انا رحت للعيبة الفندق وقلت لهم يا رجاله انتوا رجاله ان شاء الله قدها وقدود وهترجعوا بكاس افريقيا. كان الكابتن عصام الحضري والكابتن شناوي قابلتهم في قلب الفندق في اول ثلاث ماتشات لما قلت لحضرتك. من تاني مباراه رحت لهم انا طبعا اول ماتش الهزيمه من نيجيريا ورحت لهم انا على طول من تاني مباراه، ما حضرتش اول مباراه عشان الناس بس ايه ما يقولوش لا انا كنت وصلت دوالة بس ما رحتش حضرت ماتش لان ما لقيتش طيران داخلي، فروحت على طول ايه الماتش الثاني والحمد لله كان وش حلو وانا بحمد ربنا سبحانه وتعالى. قلت لك انت وشك حلو في التعليقات. الحمد لله رب يا رب يجعلني كده على طول اللي انا بنحب بلدنا وورا منتخبنا زي ما في بعض ناس محترمين برضك قالوا لو المنتخب مصر راح المريخ هنلاقي الراجل الطيب ده وراه في قلب المريخ. فده انت الناس بتقول او انت قلت ان انت رحت قابلت الكابتن عصام الحضري نعم شناوي. رحت قابلتهم. قلت لهم ايه؟ قلت له يا كابتن عصام انتوا رجاله، يا كابتن شناوي انت راجل، عاوز انا 11 راجل زيك كده في الملعب يا كابتن شناوي، اوعدونا واوعدوا جمهور مصر اللي انتوا تبقوا رجاله وابطال في الملعب. فالراجل بصراحه قال لي ان شاء الله بنوعد جمهور مصر. الراجل كان بيكلمني انا بقى شخصيا الكابتن شناوي المحترم والكابتن عصام الحضري، على فكره اللي هي تيشيرت عنده.